سبيشال جيست علي يوسفي. صح شريفتك. يعطيك الصحة عمال. صافا. صح شريفتك. صح شريفت المستمعين المزايد. مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. نحكيو على ألبوم ديجا موجود هبط على البلاتفورم الكل. نحكيو على سبوتيفاي, نحكيو على ديزر, أمازون زادها. أحساسك تلقى الألبوم تاعك في دي بلاتفورم عالميين كيما هكا؟ والله احساس جديد بالنسبه لي انا. دونك قبل كنت على ساوند كلاود, نهبط الموسيقى مكثر على ساوند كلاود, وحاجه اللي كي تشازامي معناها موسيقتي تلقاها على شازام. بس من المجموعه اكيد جدا نقول ساوند سيستم. في ديسكريبسيون كنحل شانل اليوتيوب نتاعكم نلقى ابري 5 ans d'absence ils reviennent en 2019 à la rencontre de leur public avec une nouvelle formation et un double album en vue. بعد 5 سنين قلت ساوند سيستم شنو تعلموا؟ والله كل واحد من جهته, من لي مومبر تاع الجروب كل واحد من جهته عاش اكسبيريونس وحده. انا عملت شويه اغنيات اون سولو منهم وين, ومنهم اغنيات يعرفوهم المستمعين اللي يعرفونا اللي تبعوا. وكل واحد من جهه, معناها طارق الباتور مشى لفرنسا لعب مع لي زوغر دو بارباك, لعب مع نجيم بويز لاباس, لعب مع بلوزيور ارتيست الاخرين كل كيف كيف, باكو مع بادي ابو حليزي ومع كاتيبون, مع هذا معناها الذكر للحاصل. دونك كل واحد عاش اكسبيريونس واحد, وكي رجعنا تلمينا قررنا اللي فالي غي انريجستري ساعة المرسوات اللي تسجلوا بكاليتي موين متوسطة, متوسطة خاطر ما عندناش وقت فلوس. دونك توا معانا برودكسيون, معنا اكاسيا برودكسيون, ورجعنا تلمينا, وهذا البارتي الاولى البريلود بتاع الالبوم فيه 14 مرسو. ولا هاد باش نحكيو شوية آخر على على الألبوم, على أكاسيا التعامل مع البرودكسيون هذايا, باش نحكيو زاد على الألبوم شنو هو فيه. لكن قبل هذايا الكل, حليم يوسفي, إذا كان نسألتك على جوترا ساوند سيستم بعد 5 سنين شنو تعلموا, حليم يوسفي شنو هو, في شنو غلط وشنو هو تعلم بعد 5 سنين؟ سور لو بلون بيرسونيل, معناها أنا شخصيا شنو تعلمت؟ تعلمت اللي الاندستري تاع الموسيقى وحدي ما نجمش نعمل كل شيء. الترافاي ديكيب, خدمة المجموعة أهم برشا من 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 أنا ليفولوسيون تاعي وحدي, التقدم تاعي وحدي ما يصلحش. دونك وي تعلمت إني نخدم مون إكيب أكثر. تو كنت أناني أكثر؟ كنت أناني وي أون بو دير سا, أناني بلوتو ضايع, مش أناني بالسونس بمعنى الأنانية اللي نحب روحي معناها, بالعكس أناني من نرى كان بعيني أنا وقتها. بيه تبدلت النظرة أو وي. تبدلت زاوية النظرة وساعة الشونت فيزيون أكثر, معناها وساعة النظرة معناها أكثر أمباتي للي دايرين بيا, باش نفهم ما عادش نتجاهل رأي الأخرين. حاجة باهية ساكي واحد يعترف أنه كان سخت مومون ضايع, نورمال حاجة عادي تتعلم منها سينو ما تقفش, وهذا حاجة طبيعية جدا. حليم حد يعرف كل شيء. اكزاكتومو. قبل ما نحكيه على الألبوم الجديد, ظهورك في الإعلام قليل جدا, وكنت صرحت أنت في برنامج سحري بحري البرنامج أنه الإعلام هو اللي غايب. هل أنه الإعلام هو اللي بتو ما يجيبكش, يخاف منك, أو أنك أنت ما تمشي لهمش؟ وانا ما نخوفش, راه انا كي تجيني دعوه هكس معناها اللي استدعوني كل يعرفوا لي انا نلبي الدعوه. دونك نعرف اللي انا باش نحكي على موسيقى ونحكي على اللي نعرف نعمله واللي نعمل فيه, مش باش نحكي على عباد اخرين ولا باش نغلط غلطه باش تتشد تولي ويكتبوا عليها عناوين درا كيفاش. في السونس هذاك انا ما نرفضش حتى دعوه. الاعلام ما عندهمش مناش يخافوا مني, يعرفوا معناها بكلمتك المنظم كي يبدا معناها حاجه سيريوز. وي كلمتي, نبدا بكلمتي ومنظم. كي تبدا حاجه نعرفها اللي هي باش تمشي في دون تو لي سونس, باش تولي معناها ما عادش نحكيو على الموسيقى ونحكيو على باش تولي ماده اعلاميه تحكي فيها. فوالا هذاك انا ما جيفيت ما تحبسش. وذاك علاش احنا اليوم انت بحذانا باش نحكيو اكثر على الالبوم, باش نحكيو اكثر على الموسيقى. ومن الموسيقى في صغرك حليم, تعديت في غرامك معنا في الادوليسونس نتاعك برشا انماط موسيقيه, يعني راب, روك, حتى في العائله مغرومين بالترابيات. اسمك اصلا على عبد الحليم حافظ, يعني هذا ممكن برشا ناس ما تعرفوش. وقتاش غيالمون شبثت بالريغي والورد ميوزك اكثر وعرفت انه ليدونتيتي ميوزيكال نتاعك هذه هي؟ اقرب هو الانماط اللي سمعتهم الكل فيهم شويه من افريقيا, ريغي بون روك وي حتى الروك فيه من افريقيا,
والريغي لم الورد ميوزك بصفة عامة لمت الافريكانيزم هذاك مع المساج نوبل معناها الرسالة معناها موسيقى هادفة تحب تحكي حكاية مش كان معناها كسوا في المعنى الفرحة ولا الحب ولا الصداقة ولا المجتمع ولا السياسة دونك فيك نحن عايشين في وقت فيه برشا مشاكل وحاجات على العدالة الاجتماعية والحكايات هذوك دونك وي الريغي هو اللي لم ان بو دو تو بين الراب فيه الروك ستادي فيه زاد نوع نتاع ترابيات تخمير لي شونتور ريغي زاد هذيك نوع نتاع ترابي اكيد من حباب بوب مارلي اكيد هذاك ما ابار بوب مارلي سامي ليجوند ما بوب مارلي عرش انا اسرائيل فايبريشنز برشا سامي باش نحيرو باش ناخذ نص ساعه اخرى الالبوم نسميوه قديم جديد ولا جديد قديم؟ جديد قديم خاطر جديد قديم الفورمول تبدلت زدنا لي كويفر معنا ترومبيت ترومبون ساكس وزدنا كلافيي ولي زارونجمون التوزيع تبدل دونك هذا هو كان السؤال اللي جاوبت على سؤال اخر ديجا لارونجمون بس بالتوزيع نتاع الاغاني دونك هو البوم في مجموعه من الاغاني القديمه اللي ضربوا اللي معروفين عند الناس بارونجمون واحد اخر وي سي سا بارونجمون واحد اخر فيه النحاس لي كويفر معناها الترومبون والترومبيت ما يتبدلوش على الفيرسيون ولا الثاني ما يبعدوا انهم يزيد بالعكس فما زياده معناها فما البلوس اكثر مش بالنسبه للغنيات الجديده قداش عملوا من غنيه تقريبا فما الغنيات جدد هما بيدهم قدم يتسموا خاطر فما احكي لي علاش ما خرجتش بكاليتي باهي ما عمرها ما خرجت بلوتو خرجت بكاليتي فريمون ميديوكر وقت على ايبوك في 2008 ولا 9 اي فما عايش تشوف زاد ما خرجتش فما تجري جديده دونك وهبطنا لها الكليب هي موجود على يوتيوب ديجا هبطت في جان فيك صدقني ربي من جات اي سينجل وحده فما بلاد اخر زمان قديمه زادا بلاد اخر زمان قديمه وي فما على الحيط أي. ما تسجلتش دونك وفما الاخرين وفما تير الحمام زاد تير الحمام دونك الاغاني جديده دونك ما ثماش جديده مكتوبه خصيصا للالبوم هذايا لا تجري كهو تجري اكهو هي الاغنيه اللي الكليب نتاعها موجود على يوتيوب الباقي هما معناها توزيع اخر لا هما اغنيات قدم ما تسجلوش داكور لا هذوما اللي سميتهم لك تو ما تسجلوش جمله واحده اي دونك اول مره نسجلوهم بجروب كامل والاخرين ريفيزيتي معناها بالفورمول الجديده خلينا نسمع شويه محمد علي اذا كان مثلا بلاد اخر زمان خلينا نشوفوا الارانجمون جديد كيفاش حوته وخمسه قرني غزال بلاد مشيرة ومش كوال طب بعد شوية نكتشفوا زوز أغاني الأخرين اللي عنا موجودين هوني في موزايك كيفام التعامل المرة ذي مع أكاسيا برودكسيون شنو هو الكونفور اللي لقيته معاه والله اللوجيستيك ساعة تنظيم البرايف نيفو بوكينج زادة والكونفور بتاع السان فيش تكنيك والحكايات هذوكم الكل ما عادش يلزمنا ما عادش نتلاهو بهم نحن دونك احنا نمشيو عندنا الدات الفلانيه نعرفوا لي لي كونديسيون تاع الصون تاع السين تاع لي لوج الكل غارونتي باش نمشيو نبرفو نعرفوا اللي معناها باش نمشيو نلقاو تالي 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 القطعه موجودين ونعرفوا الاسباس على ذمتنا الباقي معناها نظام الحكايه ولات منظمه اكثر مقارنه بقبل والتسجيل بيان سور ولي فون ولا سوبفونسيون مش مخر شويه والله مخر خير من جمله راه فوميو تار كو جامي يعني لو كان الشيء هذا يتعامل مثلا مع بار اكزومبل لاكاسيا ولا غيره من شركات الانتاج كان جاء 6 سنين قبل او 7 سنين قبل شنو كان يتبدل حاليا يمكن راني انا بلبزتها دونك بحق بالكش انا وقتها مانيش حاضر انا سيسكو جو مدي مادام صارت تو انا نعيش اللحظه تو دونك مادام صاير تو الشيء هذا جون بروفيت تو مش نبقى نقول كان صار ما تبقاش تتحسر انا نتعلم من اغلاطي ونقدم وكاو دونك باه شو نجم سمعنا اليوم مادام عندك الجيتار هوني اختار لي حاجه انت ممكن ما سمعناهاش باش نحكي له على احكي لي علاش
مشان لاني هي موجوده في الالبوم ما مش نرفيزيتها فيرسون صغرونا عندك حليم احكي لي علاش برشا بيبل قاعد نعمسي احكي لي علاش برشا عباد معاكسي ما سامري شكون قلا وشكون بقالو سوسي احكي لي علاش برشا كلام قالو منسي واحكي لي علاش برشا بيبل قاعد نعمسي واحكي لي علاش برشا عباد معاكسي ما سامري شكون قلا وشكون بقالو سوسي واحكي لي علاش برشا كلام قالو منسي يقالو منسي وايا تونسي يقالوا ما نسي ويا تونسي مان tu sens coupable mais t'as jamais osé parler chaque son destin ses principes ne t'ont jamais aidé de toutes ces questions laquelle tu choisis pour mourir moi avant d'agir faut réfléchir risque le pire ton avenir est noir esclave de ce système mais regarde toi maintenant ton cœur est rempli de empty winem shit et média harbet bikra sexy برا كواليت يا مانتي وين مشيت المدي هربت بيك راسك سيبرك وليت بخبز لقاتو كبر تكبر الظلم في عينيك المدي هربت بيك راسك سيبرك وليت بخبز لقاتو كبر تكبر الظلم في عينيك في بقانا ماسي كيلي علاش برشا عباد معاكسي ما سامري شكون قلا وشكون بقالو سوسي واحكيلي علاش برشا قلا ما قالو منسي واحكيلي علاش برشا في بقانا ماسي كيلي علاش برشا عباد معاكسي ما سامري شكون قلا وشكون بقالو سوسي واحكيلي علاش برشا قلا ما قالو منسي قالو منسي وايا تونسي يقالو منسي وهي التونسي برافو 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 حليم أول مرة وحدي أنا حليم صفي حليم وحدي استنى سيما في كونسير هكا ولا مع العباد الكل وسمحني خلينا نتعدى وخلينا نسمع وصوع عمل البارازيت الكل مرة ذي بعدين في الاستوديو مازال نسمع من عندك خاطر بعد شوية حضر لي روحك عندي برشا أسئلة فيما يخص الموسيقى ونحبك تجاوبني بالغناء ما عادش تجاوبني إجابات في الديسكريبسيون تاع الألبوم حليم قلت وقلتوا انتما كغوت راسون سيستم انه الالبوم يكرم التوانسة على خوفهم على القلق على الظلم وغيره من الحاجات هذه كل اللي عاشوها التوانسة في العشرية الأخيرة خلينا نقولوا اكثر التركيز كيفاش نجم تكرم التونسي بالموسيقى سانكرمو كي نذكروه اللي الظلم اللي يعيش فيه التونسي توا اون غراند بارتي معناها مسؤوليته هو زاد التونسي يظلم في روحه قبل ما يظلموه كي تكون الضحية كي تكون الضحية وتستانس بدور الضحية أنت كمواطن وتستانس كل شيء يعملوه لك هما ويقرروا في بلاستك وأنت جوست هك توافق قال شنو لا أنا سلمي وما لا لا فما حاجات فما حدود كيفوتوها معنا أصحاب القرارات وغيره نورمالمون المواطن من واجبه ما عادش مش حق بركة من واجبه أنه يحتج على حاجة قاعدة تضر فيه في المعيشة متاعه معناها في الواقع متاعه تاع كل يوم دونك احنا منش نكرمو سي اون فاسون دو دير اللي احنا رانا زادا نذكروه بواجبه ونحبو نوصلو له معناها اترافير الموسيقى على في قالب فني في الموسيقي فوالا واللي هذيك راهو التكريم ليه انه الظلم هذاك والوجيعة هذيك راهو ولات الهام لينا احنا وتخلقت منها حاجة معناها موسيقتكم سياسة؟ لا موسيقتنا إنسانية أكثر اجتماعية أكثر اجتماعية بقى الإنسانية فيها الاجتماعية أكيد لذلك احنا اللي ما يهمناش شكون يحكم يهمنا في العبد كيفاش قاعد يعيش فيها الحكاية أنا كان هما يختاروا معناها نعرف اللي ما هوش شواء اللي انتخاباتنا في العشر سنين الأخرى مضروبة اللي تباعت البلاد وتو ما فهم شيء معناها تو صف على الخبز وعلى الروز وعلى اللي حاجات هذوما نورمالمون حق معناها العيش الكريم ما عادش فهم أدنى مقاومات العيش الكريم فوالا هكا تحب تقول اللي معناها كي قالونا راهو أحمد ربي كي تحل السبالة تلقى ماء راهو وقتها يقصدوا في الحكاية هذية تو اللي تو أحمد ربي كي تلقى خبز أحمد ربي كي تلقى روز وهذا راهو ما نحكيش على هنا وهيك والعباد اللي لاقيه كيفاش تدبر راسها نحكيه على راهو اغلبيه في المجتمع
بالرسمي أنا في في رواد معناها وفي في غير وفي في بلايس بعاد شوية على العاصمة معناها على على حبيب بورقيب في فتح الله فين تحب أنت معناها في الحواز في الضواحي تمشي تشوف بالحق المعاناة الواقع التونسي بالرسمي مش اللي نراو فيه في التلفز وفي غيره. حليم يوسف ديما أنتي سيستم يلزم يكون فما سيستم باش نكون ضده الساعة دونك لا مانيش أنتي سيستم أنا جوست أي حاجة أي فلا سيستم هو يحطوهم معناها قوالب القوالب هذوك ما نحبهم نمطية في الأشياء نمطية في الأشياء هذيك أخويا تقلقني شوي. والسيستم حسب رأيك تبدل؟ أنا هو معنا السيستم الوضع العام بصفة عامة لأنه الثقافة عندها علاقة بالسياسة والسياسة عندها علاقة بالاقتصاد وكله عندها علاقة ببعض. ما نحبش نكون مظلمها برشا نحب نكون متفائل زادة نرى اللي فما برشا عباد قاعدة تفيق فما جنراسيون قاعدة تفيق توا انترنت ما فيهاش كان الباد باز والحكايات هذيك فما عباد تخمم فما عباد تحب تصنع حاجات فما عباد تريزيست تنتج دونك لا نورمالمون باش تتبدل الحكايه اليوم بعد مسيره 15 سنه قلت راساوند سيستم المجموعه طلب الدعم من وزاره الثقافه ذوما صحيح ما عنديش علم بيهم كان طلبنا هما ما وفروش دعم وحتى كان طلبنا راهم تروفز خاطر ما في باليش اللي خذينا حتى دعم لا ما قلتش خذيته قلت طلبتوا دعم من وزارة الثقافة لأكثر من مرة سورمون اي سورمون ما نحبش نقول اللي يجي اما سورمون معناها في في وسط البروسيس تاع انك باش تصنع البوم باش تلوج على اي سورس نتاع فلوس حاجة عادية معناها سوبفونسيون باش تجي من وزارة الثقافة فيا حبذا احنا ماذا بينا اما لا نتصور لا اذا كان ما خذيتوش دعم انا ترفزتو ترفزتو قوترا ساوند سيستم علاش ترفزو بعد 15 سنة بعد مسيرة فنية هزيتوا معاكم جيل كامل اليوم تترفزوا من وزارة الثقافة اللي هي نورمالمون تعتني بفنانها الثقافة ماهوش الوزير وزارة الثقافة فما اللي تحت الوزير هذوكم لي فونكسيونير ديتا موظفي الدولة موظفي الدولة اللي شادين عندهم توا فوق العشرين وثلاثين سنة ما تبدلوش بثورة باللي تحب انت والدعم خويا يمشي من غادي لغادي بسامي معينة ومعروف شكون ياخذ بورسنتاج اللي يعطي لشكون باش ياخذ بورسنتاج متاعه هذا ما راه الكوروبسيون الفساد معناها اللي يحكيوا عليه اللي يحبوا يحاربوه توا راهو متجذر معناها في المنظومة اللي مسمينها منظومة هم راهو مشاوش ومحتراماتي للشاوش ولاي عساس ولاي عبد مشاوش وانت طالع راك كلها تاكل في المنظومات هذي من وزارة الثقافة زادا في وزارة الثقافة في الصحة في اللي تحب انت بلادنا معناها كلهم كورومبو حاشا اللي ما يستاهل حاشا اللي يخدم في خدمته بضمير الباقي كل خويا راهو الشكارة والبحر مازالوا الفنانين في 2022 او المجموعات الفنية تطمع في دعم من وزارة الثقافة اليوم نسوم دونز ان مون ديجيتال عباد تخدم تسبونسوريزي واحد دخل فلوس واحدها من لا شيء سايبونا باي بال تو ما عادش ندورو بيهم سايبونا كيفاش ناخذوا معناها على الكوليكت دو فون معناها الكيك ستارتر والحاجات هذوك معناها تنجم معناها اما احنا مسكرين علينا دونك ما تنجمش بصيف عليك باش تولي تنجم تتعدى على طرق اخرى تشوف دي بايور دو فون اخرين اترونجي عاملين كيكة لزارتيست كلها ومورد الثقافي ها ودرشكون هذوكم اللي مرة في العام يسيبوا شي فون هاك تقدم له باش ولا هذيك الطريقة الوحيدة يظهر لي باش تنجم تنتج من غير ما تتعدى بالسيركوي متاع وزارة الثقافة اللي وزارة الثقافة كي الارتيست يخدم معاهم يخلص بعد عام وبعد عامين هذا كان خلص العروض المدعمة يخلص بعد عام وعامين هذا كان خلص ونعرف برشا ما خلصوش للأسف هذه مش حكاية تحنيوا منها أنتم برك برشا فنانين اليوم قاعدين يعني الإجابة هذه اللي معناها اللي قلتها لي توا لو كانت لخص لي في أكستريم من غناية من ألبومك جديد شنو تنجم تكون الغناية هذه صعيبة هذه الفساد معناها ما نعرفش تسميته خارجة لي من الكلمة على الأخر توندونس تريند أعطيني أغنية من ال... لو كان نسألتك نفس الأسئلة وجاوبني بغنية تعال حقيقي
حكايتك يا تونسي صح صح كذب راك عايش في الظلام تسطحي مش متى فيك اليوم نحكي عليك شخلك دي ماما شاي ما تصلح عالحيد حكايتك يا تونسي صح صح كذب راك عايش في الظلام تسطحي مش متى فيك اليوم نحكي عليك شخلك دي ماما هموم وشاي ما تصلح عالحيد حياتك اللي خلي يسمعوها العبيد خلي يسمعوها العبيد كلين هي الأغنية انت هادي جاهم ماني كلينا بارك المبارك نحاول من نحاول في نكون تشد روحك الماكسيموم لا لا في في الغنيات بيدو انا الفولغاريتي معناها الكلام الزايد اللي يتسمى معناها ليترالمون حرفيا زايد كان ما عنديش علاش باش نستعمله فما كلمه باش نبدل بها ولي التصويره النجم نصورها اوترومون جيفي تجري كلين تمشي تجري كلين كلين اي موجوده كلين ضايفه الاغنيه باش نسمعوها شويه اخر ديجا على موزايك اف ام بعد شويه مكثر الالبوم كلين راه فما كلمه ولا كلمتين في البوم كامل دونك في قالب حديث كما نقول ما نكوست الكلام وخفاف خفاف ماناش في الفولغاريتي نتبع في الشانل اليوتيوب نتاعكم غوترا ساوند سيستم بديت يوب ناجحين معناها بالملايين فيوات مالو نص منو 700 زوز ملايين ساعات توصلوا في غنيات لكن النومبر دي اورجانيك أورجانيك وإيش إلا مش سبونسوريزي ونعرفوا شيء ذات حنا مش مشريين ما مش مشريين متفاهمين لا لا كيك النجم ونعرفوا رحنا تلمون نتبعنا لنتجاهد اليوتيوب معينين نفهموا خاطر العباد المشكلة تو أنت تعرف لما العباد فما عباد ما يعرفوش كي يشوف غناية فيها 20 مليون فيو يسخيبها معناها باهية فورسيمون وقت اللي هي فما عباد نعرفوا اللي تشري فيهم وتسبونسوريزي وتعملوا الدزو كذا وغنيات تمشي حتى على تيك توك باش تطلع في سافيسا بما انه تيك توك يطلع الاغنيات مي كمان عندكم 38.4 الف ابوني على يوتيوب برشا. شويه ليه ما همش شويه بالنسبه لي انا 38 الف عابد لمهم في ساله وتشوف بالنسبه لي انا بالوايوتي هذيك انهم معناها بالدعم نتاعهم هما معناها 38 الف عبد نشكرهم كان نلقى نقابلهم بالواحد نسلم عليهم ونشكرهم 38 ألف صحاح يعطيهم الصحة زاد هذو هذا اللي تفتح معناها اللي عنده مليون ما مش صحاح ما نعرفش مانيش ما نخدمش مع جوجل باش نفهم مانيش بوت باش نطيحهم ما نعرفوا اللي كيفاش قاعدة تصير الحكاية خاطر كي نقارنوا ساعات بدي غابور تقام عندهم من عامين من اللي طلعوا مقارنة بجوترا ساوند سيستم اللي عنده 15 سنة لهنا تطرح السؤال علاش عندكم 38 ألف وغيرك عنده 500 ألف في عام عام ونص عملهم بيسا فيسا والله ذيك لحكمة على ما كان ربي معنا ولا خاطر الرجال ما يجبتش برشة توينسا ما نعرفش والله يا كي ما نجمش جاوبك خاطر ما راب ما وش دوماني تو عندي بروجي راب اسمه أي. ترميل أي. ستيف عبيدوف قاعد يمشي عنده مدة أول تراك هبطناه على يوتيوب لو 7 نوفمبر اللي فات الرمزية متعدات اسمه 52 أسبوع في علاقة بالقانون 52 وي دونك غادي تحب تسمعني قباحة وكذا برا اسمع غادي غادي اللي ما قلتوش مع قلت راه كل تسمعوا غادي حسين غادي خلينا نسمعوا أغنية تجري نسمعوا العباد يسمعوا فينا توا على موزايك فهم الألبوم الجديد عنده اسم الألبوم بريلود بريلود المقدمة يعني تمهيد أو تمهيد حاجة كي معك ولا تجري من عند غوترا ساوند سيستم نرجع معكم شوي آخر ما زلنا باش نحكيو مع ضيفنا حليم يوسفي نحكيو على البوم الجديد هذا الألبوم اللي خلينا نقولوا يكرم التوانسة ويكرم المجموعة زادة في 15 سنة كمان من المسيرة الفنية بين مرسوات اللي تعاود لغانجمون تاعهم بين مرسوات زادة ما تغنيوش كاريمون موجودين لكن ما تسجلوش حتى مرة تكتشفوهم في الألبوم هذا رجعينا تحية كبيرة للمستمعين وما كنتوا تسمعونا على في اللوتغوت على 107.8 اف ام هاي كبيرة سادة التونسيين المقيمين من الخارج نحاول نوانسوكم يوميا في رمضان في سهرة موزايك كافية من 9 حتى نص الليل مع اسماعيل بن عيسى في أول الجمعة من سنين الجمعة ومعاينا سبت واحد مالك لهوني مرحبا بكم وإن ما كنتم مرحبا بضيفي مرة أخرى مازال موجود بحذنا اليوم حليم يوسفي ومرة أخرى مبروك للألبوم الجديد القديم قديم الجديد مش مشكل للألبوم للألبوم هذا هو الحاجة الممتازة الموجودة على البلاتفورم كوسواف على سبوتيفاي ولا على على ديزر وتلقاو بيان سور الكليب نتاع الغناء اللي سمعتوها توا تجري على شانل يوتيوب نتاع غوترا ساوند سيستم. آخر بارتي باش نكمل معاك حليم ومن بعد نعاود نذكر الناس ما فينا وقت الشيء بدأ التورني متاعكم بالنسبة للألبوم هذا والكل كلمة بغناية كلمة أوكي. أنا نقول لك كلمة وحاول أنت تجاوبني بغناية فريستايل غنايتك مش غنايتك أنت حر ده. أوكي كي نقول لك الوضع العام الوضع العام إيه بلا
هذا آخر الزمان، علم ودين وجهل وفن، بلاد آخر الزمان، جهل ودين علم وفن. القانون عدد 52 52 اسبوع تبا خو ماجر قاعد نما للشعب نما ديما لحنا شو ربوع ترميل برا واسمعون هذاك هو السنسور خويا اوتو سنسور. الادمان الادمان وين ادمان الحب زاد نجم يكون اي حاجه تختارها انت في مخك هذا مش غير كامله عاد انت طالع البلدان وراسي شاب سمعت حكايات ليهزهم نامي يكذب لي يقولوا عندي احباب قداش رجال بكو قدامي استعشق سلطة جاه ومال وانا في كاسة فنت وهامي نعرف لي زمان الضحكة فال نعرف ما عنده معنى كلامي مالوين إيه قولي وين قولي فاش قام حشرتي غرامي مشيتي وخليتي قلبي حزين مالوين إيه قولي وين قولي فاش ما عجبك كلامي مشيتي وخليتي قلبي حزين شتي وخليتيني في حال هزيت معاك رخيص وغالي الكلام بيناتنا معهو تقال واليوم ما نخزر كان قدامي نخزر العبالة تحب المال حكالي كاس عشير زماني وقت يضرب بلت رجال اي ما يغرك سين قرا وفعني اما وين ايه قولي وين قولي باش قام حشرتي غرامي مشيتي وخليتي قلبي حزين ايه اما وين ايه قولي وين قولي باش ما عجبك كلامي مشيتي وخليتي قلبي حزين. معكم حتى للنصف الليل ضيفنا حليم يوسفي سبيشال جيست ومازلنا معاه نحكيو على البوم نتاعو الجديد اللي باش يبدا في التورني نتاعو ان شاء الله بعد رمضان نورمالمون. حليم دونك بتعطيني شويه تواريخ للناس اللي قاعده تسمع فينا وتابع واللي ما تبعتناش ديجا تلقاو الانترفيو موجود على باج موزايك كاف ام وباج ميوزيك اي كولتور باي موزايك كاف ام ومن بعد تلقاو على شانل اليوتيوب. تفضل حليم. الوغ التورني نتاع الالبوم هذا ان شاء الله باش تكون بين ماي وجوان في معظم ولايات تونس. لي دات سورون انونسي في الجمعه هذايا يلقاوهم على الباج قول تراسان سيستم باند على فيسبوك وعلى انستغرام ويوتيوب زاد باش نعملوا تيزر صغير على يوتيوب باش تلقاو تيزر. وقتاش باش يهبط؟ دون لا سمان نورمالمون ان شاء الله. حليم انا فرحان برشا كنت بحذايا اليوم عايشك حتى ميساج للبوبليك نتاعك اللي قاعد تبع فيك اللي مازال فيدال للجوترا ساوند سيستم شو تقول له؟ نشكرهم برشا واللغه الخشبيه بتاع نشكرهم نحبهم برشا بالرسمي نحبكم برشا جولترا تحبكم برشا راهو تعنين لنا برشا الحب والدعم اللي جاي من عندكم يعنين لنا برشا وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم عند سوء ظنكم عند حسن ظنكم سامحوني على العربية القحة بتاعي إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم ما نخيبكم إن شاء الله ديما نعطيكم مزيكا تعجبكم وإن شاء الله ديما نتقابلوا في دي كونسير كبار وعاملين جو.
فوالا هذا بالنسبه للحليم. بالنسبه للالبوم الجديد كما قلنا باش تلقاوه باش يهبط الكل على يوتيوب. ما على يوتيوب البرة يهبط موجود على يوتيوب, ما عندناش يوتيوب ميوزك هنا, ما موجود على بلاتفورم ديجيتال. نحكي على الكليب باش عاودوا لهم كليبات من بعض الغنيات ان شاء الله. وي بوركو با بوركو با ان شاء الله. حليم يوسفي ميرسي بوكو, شكرا لكم بعدنا اليوم وتلقاو كما قلنا الانترفيو موجود على على الباج تاع موزايك اف ام على فيسبوك, كيف كيف على شان اليوتيوب موزايك اف ام. الالبوم الجديد من عند جولترا ساوند سيستم موجود على لي بلاتفورم بالنسبه لسبوتيفاي وبالنسبه لديزل وامازون زاد باش ما ننساش.